هاي عندنا الفقرات العنقية اللي بتبلش من هون، وأنا زي ما حكينا إحنا بنقدر نشعر ونشوف الفقرات هذه. فخلينا هاي فقرة، هاي الفقرة السابعة في المنطقة هذه، وبنمشي بالطريقة هذه وبنشوف الفقرات هذه. سنأخذ فكرة عن وضعية العمود الفقري. شايفين هذا الخط هو خط العمود الفقري. في هاي الحالة احنا مش شايفينه ستريت، يعني مش شايفين الخطاط مستقيم. ففي هاي الحالة بدنا نعمل شوية تظبيط اللي نخليه مستقيم. تونيس this is not good position for you because it's high pillow. Okay, let's remove that pillow and put something else. Okay, put your head down, put your head. لسه بدنا نرفع الراس شوية، لأنه لسه في عنا الراس زي شايفين الانحناء هذا. لسه بدنا شوية نعدل الحركة هذه، فبنحط كمان بنعلي شوية. هيك لسه كمان بدنا شوية، بنحط كمان بنعلي. هيك إذا ملاحظين صار في عنا توازن شوية، وصار في عنا استقامة في الخطاط، والأعراض هي اللي بتحكم. إذا هو أنتوا بتشعروا بارتياح، إذا هذا البعد. بس هذه الستاندر، إنه لازم يكون العمود الفقري مستقيم في منطقة الرقبة، وأهم شيء إنه هاي اللوردوسيس اللي جاي من هون تكون فيها سبورت، ما يكون في إشي هيك بدون دعم في المنطقة السفلي من الرقبة. فهاي الأساس في عملية النوم، سواء على الظهر ولا على واحنا واقف، واحنا على جنبنا، او واحنا نايمين على ظهرنا. طبعا نومة البطن، وخصوصا عند الناس اللي عندهم مشاكل في الرقبة. هلا بفرجيكم كيف وضعية الرقبة بتكون في وضعية النوم. Can you sleep in your tummy please? Just sleep like you wanna sleep. Sleep on your tummy. That's how you sleep in your tummy. And you can زي ما احنا ملاحظين اذا نامت بالطريقة هذه، زي كتير منا متعود، بيكون في عنا عملية التواء للعمود الفقري. هلا بفرجيكم اياه بشكل افضل. شايفين منطقة الرقبة هذه كيف الالتواء جاي، وهاي الفقرات، هاي الفقرات جاي شوي شوي على الخط هذا الأحمر، هذا اللي رسمناه للفقرات. شايفين كيف الالتواء هذا جاي ومن هون ولتحت. فهذا التواء غير صحي للعمود الفقري، وبسبب التواءات في المفاصل، والتواءات في العضلات، والتواءات في الديسكات. وهذا بخلينا نصحى من النوم بشكل سيء جدا. Can you go to the left side? Okay. نفس الشيء اذا ملاحظين الخط هذا كيف اختلف، هلا صار في المنطقة هذه، لانه الفقرات انحنت في الاتجاه ولفت في الاتجاه المقابل.